ميت السلامة بالكل، إن شاء الله تكونوا بخير وأنتن عم تحضروني هلأ. بفيديو اليوم تنعمل مع بعض كيكة التوت الأزرق أو البلو بيري. الطريقة سهلة وبسيطة كتير ومكوناتها أبداً مو معقدين، بس لازم يكون متوفر عندكن التوت الأزرق. إذا مو متوفر عندكن التوت الأزرق تقدروا تحطوا أنتن أي نوع توت متوفر عندكن. إذا جاهزين يلا نبلش مع بعض. بالبداية نحن بحاجة ل 250 جرام من الزبدة الطرية، الأفضل تطلعوها قبل بوقت من البراد. أنا هون كان بدي أصور بسرعة فحميتوها بالميكروويف، كمان مو غلط تكون شوي دايبة، بس إذا الزبدة تكون سائلة كتير الوصفة تتعذبكن. أول خطوة تنخفق الزبدة لحالة إلى ما نحصل على قوام كريمي وتصير الزبدة لونها أبيض. مثل ما عم تشوفوا الزبدة صارت كلياتها شقفة واحدة وكريمية. هلا تنضيف معلقة صغيرة من سكر الفانيل، أو إذا متوفر عندكن الفانيل إكستراكت كمان ما في مشكلة، ورشة ملح. وأنا ضفت 150 جرام من السكر، إذا تحبوا السكر يكون ظاهر أكتر تقدروا تزيدوا القياس معكن لل 200 جرام، بس أنا أحب الكيك يكون حلاها وأخف، هذا الشيء اختياري. وهلا تنخفق كل المكونات منيح مع بعض إلى ما السكر يدوب عنا ويختفي. وهلا تنضيف 4 حبات بيض، أهم شي يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. تنضيف البيض على دفعات كل حبة لحالة ونستمر بالخفق. وهلا بس خلصنا البيض وصار عنا الخليط كلياته متناسق مع بعضه، تنضيف عصير نص ليمونة ما يعادل 3 معالق كبار مشان نتخلص من ريحة البيض القوية إذا لسه موجودة بالكيك، ونحافظ على لون الفواكه اللي ضفناها على الكيك. وبعدين تنضيف نص معلقة صغيرة من برش الليمون، انتن عم تبرشوا ولا تاخدوا من القسم الأبيض يكون كتير مر. وعنا 250 جرام من الطحين، تنضيف عليه معلقة صغيرة من البيكينج باودر ونحركن منيح مشان البيكينج باودر يتخربط منيح مع الطحين. وهلا نضيف الطحين على الخليط السائل اللي عنا. وهلا نخفق كل المكونات منيح مع بعض، بس أهم شي بالبداية لا تشغلوا الخفاقة على القوي وقلة المطبخ عندكن تتحول للون أبيض. وانتنوا عم تخفقوا بس وصلتن لمرحلة تشوفوا خطوط شفرات الخفاقة على الخليط، معناها الخليط عنا صار متناسق وصار جاهز للخبز. كتير عادي إذا كان الخليط شوي سميك، لأنه هي هالوصفة هيك مقاديرة. هلا تنحط ورقة زبدة بقالب الكيك، انتن تقدروا تستعملوا قالب دائري مثل اللي عندي أو تقدروا تستعملوا قالب مستطيل صغير. هلا أنا استعملت القالب الدائري فمن هيك تقص أطراف الورق اللي زاد عندي بشان لا يحترق بالفرن، والأطراف بدي أبخن بزبدة أو دهن بشان ما يلزق الكيك. إذا مو متوفر عندكن السبراي تقدروا تدهنون بالزبدة. وهلا تنضيف خليط الكيك على القالب اللي حضرناه. وهلا تنضيف البطل، التوت الأزرق أو البلو بيري. نحن بحاجة من 200 ل 250 جرام تقريبا من التوت الأزرق، طبعا الكمية هي اختيارية تقدروا تقللوها أو تزيدوها. ما بعرف كم مرة قلتوا كلمة توت بهالفيديو، يعني الأجنبي اللي عم يسمع الفيديو تيقول هالفيديو كلياته مسبات، بس هو اسم الفواكه بالعربي توت. المهم انتن عم تضيفوا التوت أو البلو بيري على مراحل، اضغطوا بالمعلقة شوي بشان ينزل لتحت ويتوزع التوت بكل الكيك. وبس تخلصوا حاولوا سوا بالقالب كلياته ساوي. وهلأ إلى فرن مسخن من قبل على درجة حرارة 180 مئوية تقريبا 40 دقيقة. وبس ينخبز الكيك لا رأسا تفتحوه وتشتغلوا فيه وخلي يبرد شوي، لأنه إذا اشتغلتم فيه رأسا تيخفز. وقبل التقديم أنا حبيت أرشه بسكر بودرة، هذا الشيء كمان اختياري. وهاي كانت وصفتنا لليوم. الكيك كتير طريقته سهلة، ما ياخذ على بعضه كلياته ساعة كاملة الشغل، كتير طيب، طعمته خفيفة، تقدروا تسووه قبل ما يجيكن ضيوف تاكلوه بارد أو حار بجنب كاسة الشاي. وإذا عجبتكن الوصفة أتمنى تحطولي لايك وتعليق حلو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وعم بستنى صور تطبيق الوصفات تبعتولينا على صفحاتي، روابط القنوات تشوفون تحت بصندوق الوصف. شكرا على المتابعة ومع السلامة، باي باي.